بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله، معكم كالعادة علي القعيشي من مدونة مجهول معلوماتي في حلقة جديدة، حلقة سريعة سنكتشف من خلالها سر من أسرار متصفح جوجل كروم. طبعا عندما ينقطع اتصال بالإنترنت عن حاسوبك وتحاول الدخول إلى أي موقع تظهر لك صفحة على هذا الشكل، لكن بعضكم قد يتساءل ما سر وجود صورة لديناصور في هذه الصفحة وما علاقة هذه الصورة بانقطاع الإنترنت. حقيقة ليس هناك أي علاقة بين هذه الصورة وبين انقطاع الإنترنت، لكن هذه الصورة هي عبارة عن لعبة أحبابي في الله. فهذه اللعبة هي لعبة بسيطة قد تستمتع بها في حين انتظارك لعودة الإنترنت. ولتشغيل هذه اللعبة ما عليك سوى الضغط على هذا الديناصور بالسهم، ثم تضغط في الكيبورد على السهم الأعلى أحبابي في الله. فبعد النقر عليه ستبدأ اللعبة، وكما تشاهد هي لعبة ممتعة أحبابي في الله، تستطيع الاستمتاع بها. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.